حبايب، امبارح نزلت لكم مقطع على قناتي الثانيه. بالنسبه للاشخاص اللي ما شافوه، للاسف المقطع ما حصل هواي دعم، فاتمنى اذا حابين تدعموني يا حبايب تروحوا تشوفوا المقطع، احط لكم الرابط بالوصف. فجر المقطع كلش رهيب. الخبر الاول اللي عدنا عن وسام تيكت واعلان عن عوده ياسو، فنزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان كاتب عليه السبت في فيديو مع مين بتتوقعوا. طبعا بالنسبه للاشخاص اللي ما يعرفون انه ياسو وسام تيكت هم كانوا ملتقين ويا بعض قبل يومين، كانوا بمطعم واحد. واليوم وسام تيكت ينزل هذا الستوري كاتب انه مقطع يوم السبت. هذا خلى كل التعليقات تتفجر انه المقطع الشخص اللي حيكون وياه هي ياسو، وخاصه انه صديقه ياسو اللي هي كارولين هم علقت على هذا البوست وكانت كاتبه واخيرا ناطرين السبت، واللي نوعا ما قاعده تلمح عن واخيرا رجع وسام تيكت وياسو. كل ما عليه حاليا يا احباب انه ننتظر ونشوف شنو راح يصير يوم السبت. عليكم اكتبوا لنا بالكومنتات هل تتوقعوا فعليا راح تكون عوده ياسو او لا. والمعلومه بس يا حبايبي انه بنفس اليوم اللي التقى بي ياسو وسام تيكت، هذا اليوم وسام تيكت نزل هذا الستوري كتب التصوير الليلي من اكثر اشياء تخليني سعيد، الشغلات اللي عم جهز لكم اياها فيها كثير تصوير ليلي. ونتوقع انه بهذا اليوم هو وياسو صوروا هواي مقاطع ويا بعض. ننتقل حاليا لنورمار ورد على موضوع الزواج، فنزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري، وبهذا الستوري كان بها واحد متابعين قاعد يساله شنو قصه زواجك اللي انت فعليا تزوجت، فرد عليه انه يوم السبت راح انزل مقطع وراح تعرفون كل اللي قاعد يصير. الصراحه هذا موضوع حقيقي، فحكون كلش صادم. ما ادري اكتب الاحباب بالكومنتات هل تتوقعون فعليا هو راح يتزوج او لا. ننتقل حاليا للقمر مار، وليش هي معصبه ومتضايقه؟ فنزل شويه ستوريات على سبب السناب شات، شفت هي معصبه بيها قاعده ترد على الاشخاص اللي قاعدين يطلعون ويتهجمون عليها واللي قاعدين يفضحوها انه هي من جت العراق الى الان كل اللي سوتها عباره عن مقابلات على مود تجمع فلوس مو اكثر. فردت عليهم انه هي اساسا هذه المقابلات ما كانت بفلوس، وشويه كلام شوفوا عم تهتمون اكثر. شو جد الصفح سمعت انه اكو واحد قايله قمر جت العراق حتى بس تطلع مقابلات وجمع فلوس. مبدئيا بالنسبه للمقابلات، هذه المقابلات مو بفلوس، تمام؟ انا ما ماخذ فلوس ولا جاي على مود اجمع فلوس، وهذا الحكي اصلا ما حلو. وحتى لو جاي اجمع فلوس فهذا رزقي، يعني انه شنو ازعاجك بالضبط او ازعاجكم؟ طبعا هذا حكي لفئه معينه، بس انا ما ماخذ شيء. اوكي، هذا فشي حبيت اوضحه. اللي يقولون انه هي جايه بس تحصل الفلوس واحنا يعني ما نستفاد شيء، انا ما احصل شيء. اوكي، هاي اول نقطه. وطبعا نفس الوقت يا حبايبي نزل شويه ستوريات عشان تتعلم من خلالها انه اليوم راح تنزل مقطع على قناتها باليوتيوب، تقول هذا المقطع هي كلش تعبت عليه بالمونتاج، ومقطع من واضح يكون ناري اول مقطع لها بالعراق. على كل راح تكون الستوريات مالتها تشوفوها. اوكي، مبدئيا ما عليكم بالمسكره، بس انا يعني سويت هيجي فتحت لقيت اني هيجي اني واي. رح منتجكم هسه فيديو اليوتيوب، خليكم جاهزين باكر الساعه 5 على اليوتيوب، اكو فيديو كلش كلش حلو، اول فيديو بالعراق. ف يس، باكر الساعه 5 نشوف كل مكان، لانه الفيديو كلش تعبت بيه، يعني انا صار اليوم ما نايمه على مود الفيديو. فخليكم جاهزين باكر الساعه 5، باكر الساعه 5 خليكم جاهزين. اوكي، حرفيا يعني الفيديو كلش حلو، يعني ما حمسكم عليه على الفاضي، يعني انتم تخيلوا يعني انا يوم ما نايمه، فتخيلوا يعني ايش قد تعبت بيه. فبليز انشروا بكل مكان، صراحة امنتج وبس. اخر نختم يا حبايب نور ستارز، وتهجم المتابعين عليها بشكل مو طبيعي بسبب انه ملابسها نوعا ما صارت شويه اوفر، فنزلت على حسبها بالانستغرام يا حبايب 3 صور بيوم واحد. مثل ما شايفين يا حباب هذه الصور راح احطكم اياها قدامكم، هي صور يعني نوعا ما كانت ملابسها مو كلش متستره بيها، شويه طالع من شويه من جسمها، ومثل هذه الصوره يا حبايب اللي جت عليها تهجم مو طبيعي، اللي يقولوا لها انه الله يهديكي وانه شنو هذه الملابس، وانه طبعا انه تطلعين بفستان النوم، انه هذه الصوره فستان النوم، وانه ليش مشاهير بس انه يشتهرون يصيرون يخسرون ملابسهم، وانه بلشت تطلعين على حقيقتك. فما ادري صراحه مثل ما شفتوا صور يا حبايب، اكتبوا لي بالكومنتات هل ساقتها جمله تعرضت له او لا. بس يا حبايب انه صارت المقطع، اتمنى يا حبايب تشوفون المقطع على القناه الثانيه، ما تخسرون كل الدهون مده دقيقه واحده، دخلوا عليه بس حطوا زر لايك، اشتركوا بالقناه، ساعدوني انه شوي تحمسوني اصير انزل هناك بشكل اكبر. وبس يا حبايب، كان معكم فايز زي ما قادم بقيه القصص، مع السلامه. الرابط بالوصف قناه الثانيه، باي.